مش على متل الشاطر وكل مرة بقول لا ما بدي ارجع لا ما بدي ارجع لا باللي حالي عالآخر سهر وصبايا وكيف قال يعني اني نسيتها وبطلت حنلها لكن بعد البحث والتدقيق نفس اللي بصدري بيضيق حياتي من دونها ما بطيء برجع برجع لها وبرجع لها مثل الشاطر بقلا انا الغلطان حبي لالهن عابر حبي الك ادمان برجع لها مثل الشاطر ومثل الطفل بركض ليها تلمسني بغفى عاديها مثل الشاطر قلبي أنا بالهي وأحساسي ببالغ فيه مع غيره بلكي بقدر انساهاش شوي بعمل قصص وأفلام قال إني دايب غرام بعيشها يا سلام حب ورومانسي لكن بعد البحث والتدقيق نفس اللي بصدري بيضيق حياتي من دونه ما بطيء برجع برجع على وبرجع على مثل الشاطر إلا أنا الغلطان حبي لألهن عابر حبي إلك إدمان برجع على مثل الشاطر إلا أنا الغلطان حبي لألهن عابر حبي إلك إدمان ومثل الطفل بركض ليها تلمسني بغفى عليها مثل الشاطر مثل الطفل بركض ليها تلمسني بغفى عديها مثل الشاطر